مونديالين وثمانية سنين ما شاركت السعودية في كأس العالم بعد 4 مشاركات متتالية، لكن المونديال الأخير هذا صار فيه مشاركة سعودية غير عن كل المشاركات السابقة. الفكرة ببساطة، شاب سعودي سافر البرازيل وعمل مجموعة حلقات ساخرة فعليا تفطس من الضحك وسماها المشاركة الخامسة. يعني تخيلوا سعودي كان اللي يتكلم أو يتكلم مع واحد صيني ولا برازيلي ولا تشيلي باللهجة السعودية البحتة. هلا بالعيال، خلونا نشوف ونرحب بمقدم برنامج المشاركة الخامسة يوسف الدخيل. I come from Arabia. I'm a sheikh Yusuf. How are you my friend? How are you my friend? نظر الكاميرا تكفى، بسألك بس عشان شماغ يعني وش هذي نحلال سحبة Vamos lá. Quero ver do que vocês são capazes. Okay. But in our rules, Saudi Arabiana, بنكسر روسكو. وأول شرط ببانكم دي ما تمشي. Your goals. No, 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 no. Our goals. وطبعا زي ما ذكرت لكم معنا مقدم برنامج المشاركة الخامسة يوسف الدخيل. برحب فيك يا يوسف وبقول لك طبعا الحمد لله على السلامة على رجعتك كمان من البرازيل. كيف تقدر توصف التجربة هذه بشكل عام؟ يعني أنت رحت غطيت المونديال بس بطريقة مختلفة. الله يسلمك وشكرا على الاستضافة. طبعا الفكرة بدأت هي من شركة كبيرة في السعودية، كانوا حابين يتفاعلون بكأس العالم على السوشيال ميديا، فخطبونا ك شركة ايتيز اللي احنا متخصصين في انتاج اعمال ترفيهية في اليوتيوب. وبدت الفكرة من هنا انه نكتب فكرة المشاركة الخامسة، يعني كتبنا الافكار والحمد لله. طيب يعني احنا عرضنا شيء من يعني الحلقات والناس اذا شافت اكثر على اليوتيوب. يوسف يعني اللي انت عملته هناك كان غريب، انت كنت بتمشي بتعلمهم كيف يلبسوا الشماغ، كنت بتمشي في الشارع وبترقص بتوريهم كيف نحن نرقص، ايش قالوا الناس وانت بتصور معاهم هناك؟ هم اول شيء طبعا السعوديه هناك مو مره معروفه، يعني قليلين اللي يعرفون للامانه، لكن يوم لبست الشماغ هم عرفوا اني انا عربي. الشماغ والثوب يعني الرمز هذا معروف انه عربي. هو قبل اللقاء احنا ما نقول لهم احنا ايش بالضبط، احنا على طول نخش بوجيههم ونسوي اللقاءات، بعد ما نخلص نقول لهم ان هذا انترتينمنت شو، هذا كوميدي شو. يعني حتى في بعض الناس يعني يرفضون انهم يطلعون ولا طلعناهم. اي فيعرفون الفكره بعد ما نسوي، اساس تكون ردات الفعل طبيعيه. طب هل في اشياء كانت يعني ارتجاليه ولا كله كان مظبط؟ يعني فعلا لما انت مثلا رقصت انت كنت ناوي ترقص في نص الشارع في البرازيل؟ طبعا هو بعض الاشياء بعض الافيهات تكون مكتوبه، لكن احيانا بعد ما تنفتح الكاميرا يطلع الهبل. الرقص كان لا كان الرقص لا كان كنا كاتبين انه لازم ارقص، يعني ادق لطمه وارقص لانه شيء هذا شيء مميز عندنا. هو فعلا شيء مميز عندنا. طيب ويعني هناك هل في ناس مثلا كانوا بيجوا بيحاولوا يتصوروا معاكم، هم يدخلوا يعني في التصوير معاكم خاصه لما لبست؟ اي قصدك يتصورون معنا ولا يطلعون معنا ك لا يطلعوا معاكم؟ لا يطلعوا معاكم، يدخلوا معاكم اجواء. اي لا لا الشعب يعني عموما الشعب البرازيلي وحتى السياح اللي كانوا موجودين هناك كانوا جدا متعاونين، يعني كلهم كانوا حابين انه يضحكون، عارفين انه واضح كان من اسلوبي اني انا جاي يعني البرنامج شوي كوميدي. فهم اول ما يشوفوه اول ما افتح الكاميرا وانزل احيانا حتى يضايقوننا من كثر ما هم يبغون يطلعون. يعني طيب هل كان في مثلا اي موقف كده اللي كان بزياده طريف او لا موقف تعرضتوا فيه مثلا للخطر ولا احد كان حيضربكم مثلا؟ لا 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 الحمد لله موجود انا، شو اللي يضربونا؟ ما يحتاج هذه، ما فيها ما شاء الله عليك قايم بالواجب بس غطي الحته.
هي جاي من السعودية عارفين ذي الأمور ما عليك. لا والله عكس ما كنا متخيلين. أغلب الناس كانوا يحذرون من ناحية إنه في سرقات هناك، في مظاهرات، في مشاكل، في 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 في. للأمانة يوم رحنا هناك الشعب جدا متعاون، جدا لطيف، قريب منك يعني ك طبيعتهم قريبة من العرب. وبالعكس كانوا جدا كويسين. يعني ممكن المواقف اللي تضحك لما لبست شماغ، هي حتى مو مواقف يعني مو مشاكل، كانت مواقف جميلة. أنا لبست شماغ الناس كلهم بدوا يتصورون معي جد كأني شخص غريب، وبنفس الوقت حتى في واحدة من اللي سويت معهم لقاء قالت صدق أبغى أزوجك بنتي. ول طبعا الأقل بنتها كانت معاها. شفت العروسة يعني ولا ما شفت؟ أنا حب كانت موجودة البنت، يعني كانت الخطبة كانت جاهزة، أنا بس كنت أحتاج إني أشاور أمي. بس يعني الحمد لله إني ما قلت لها. طب كويس، كان رجعتك يعني بطريقة غير حضارية على السعودية. طيب خلينا نشوف أول كمان نتابع مقطع ثاني من البرنامج ونرجع نكمل حوارنا يوسف. اضحكوا. وين بوليفيا طيب؟ وين بوليفيا؟ They didn't play in the. Oh no, we were second to last. Okay, he didn't play. يعني ما توزي مننا. عمي كيف حالك؟ شابك هنا جاي غلط انت شكلك هنا. بينو مارينيتنا. برازيليرو. برازيليرو. فورسا برازيل. ما انت فايزين باي شيء. ما انت فايزين. ما انت فايزين. ما انت فايزين. ثانك يو. السعودية بتفوز كأس العالم. السعودية بتفوز كأس العالم. وش نو كومنتس؟ تكفى يا مدرب الفريق. وش ذا وش ذا وش هذا؟ عمركم ملزق ذا اللزقات ولا واحد متوسطة الله يهديك. طيب يوسف كيف اختاروك أنت تحديدا يعني اللي تقدم هذه الفكرة يعني؟ طبعا أنا زي ما قلت لك احنا كنا متخصصين، احنا عندنا ننتج أعمال على اليوتيوب، عندنا قناة يشلك، عندنا قناة أبخص، أنا أبخص، وكنت قبل بديت في حلول أبو حمد، فأنا من سنتين تقريبا أنا أطلع على اليوتيوب يعني برامج. أيوة. فهم هم كلمونا على أساس إنه أنا يعني كممثل إنه أطلع هناك ونكتب، غير إنه إحنا برضو إحنا نكتب أفكار ونكتب سكتشات، فعلى أساس كذا هم خطبونا. اي طب بس هل حسيت يعني من اول حلقه بدات ردود الفعل ولا لا شويه وشويه حسيتوا يعني ايش الحلقه اللي حسيت انكم لا فعلا ضربتوا فيها والناس بدات تحكي عنكم؟ من الحلقه الثالثه تقريبا. بدات الاصداء. الحلقه الثالثه اللي هي بدينا اللقاءات، بدت اللقاءات، بدينا نطلع، لانه الحلقه الثالثه كانت هي كنا بافتتاح كاس العالم مباراه البرازيل وكرواتيا، فهي الحلقه اللي بدينا فيها اللقاءات مع الجمهور، وكانت جميله من ناحيه انه الفكرة جديدة يعني إنه بدايتها كانت هذه هي. بعدين بدينا عاد مع حلقات ثانية، تعرف سعيد وإيش اسم أمك. بس من هذيك الحلقة تقريبا هي أعلى مشاهدات حتى الآن تقريبا حتى. طيب يعني إيش ناويين في أعمالكم المستقبلية؟ طبعا احنا في شركة ايتيز ننتج اعمال في اليوتيوب ومستمرين ان شاء الله راح ننتج اعمال في اليوتيوب. الى الان عندنا زي يشلك، انا ابخص، برضو في برامج جديدة ان شاء الله راح ننتجها قريب. بنمشي على نفس المنوال ان شاء الله واحسن يعني. طب مثلا انت في حلقة من الحلقات زي لما قلت هذه مثلا حلقة يعني ايش اسم امك، انت يعني كنت يعني ما تحس انه مثلا هذه يعني مثلا فكرة تداولوها كثير الناس او كثير برامج اخرى تداولتها؟ يعني ايش كانت فكره انكم تطرحوا شيء زي كده برضو انتم؟ هي وش اسم امك هي اوكي، هي الفكره مستخدمه قبل، قد سالت في السعوديه، لكن كانت غريبه نوعا ما اني اروح اسال الاجانب. لانه احنا نعرف ردات فعلنا، وش اسم امك كل العالم، ها بعض الناس طبعا الحين يمكن انت ايش ردت فعلك، لكن انا افتخر في امي، امي منيره وافتخر فيها، وبالعكس ذكرت مسي عليك يمه، كيف حالك يمه؟ نعم حالك. طبعا ردة الفعل هنا معروفه، لكن الاجانب بنشوف وش بيقولون يعني. هل هم اغلب ردة، لو تلاحظين اغلب ردة فعلهم كانوا مستغربين. صحيح. ليش تسال عن اسم امي؟ صحيح. احنا بنشكرك على وجودك معنا، وكان معنا طبعا مقدم برنامج المشاركة الخامسة يوسف الدخيل، وطبعا تحياتنا للست الوالدة اكيد ايضا، وكل عام وانتم بخير. الله يسلمك وانت بخير، وشكرا على الاستضافة.